هذا اليوم الثاني كانت فيه عروض يعني مدنية كلها تجسد في هيئة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب وهيئات الدولة الصحراوية ومؤسساتها عبر عروض كانت فلكلورية شعبية تجسد يعني عادات وتقاليد الشعب الصحراوي، وكان للمرأة الصحراوية دور يعني مهم جدا بما أن كان العرض تقريبا اليوم معظمه نساء. هذه هي المرأة الصحراوية اللي رافقت الثورة الصحراوية من نشأتها إلى يومنا هذا.